الحقيقة أنا عجزت أنسى موقف حصل في إحدى المقابر. دخلت المقبرة ولا أعرف الشخص الميت مين، بس نساهم في عمل الخير إن ندخل، يعني لعل الله يعطينا بعض الحسنات إن شاء الله. فجلست وهم يدفنون الميت، لاحظت شاب يمكن عمره 17 سنة وعنده أصدقاء له جنبه بحواليه، والناس ينزلون الميت إلا هو شهق وطلع صوت بالبكاء. فواحد التفت عليه وعيونه مختلفة جدا، قال له ما تستحي على وجهك أنت؟ وش خليت الخواتك في البيت وانت تبكي بهالطريقة قدام الناس المكبرة؟ قدامنا كلنا وانا قاعد اشوف صراحة. الولد سحبوه اصدقائه وراح بعيد. قلت انا صار عندي فضول ودي اعرف وش الولد، ايش قرابته في الميت هذا. فرحت سألت واحد من اصدقائه، قلت انت صديق؟ قال لي صديقه. قلت مين اللي ميت؟ قال هذا ابوه ومات بحادث سيارة. قلت عنده اخوان؟ قال لا، عنده ثلاث خوات وهو الاكبر. فادركت، قلت طيب اللي تكلم مين؟ قال هذا عمه اللي تكلموا بصراخ واللهجة القوية. الله يهديه. جيت للولد أنا هذا وتوه ما انتهوا من الدفن، قلت له يا ولدي يعني الموت حق واصبر وحده، وصرت أعطيه بعض الكلمات اللي فتح الله علي فيه. عارفين وش سوى الولد؟ تتوقعون وش سوى الولد؟ صح أبو عمر، الولد ارتمى بحضني، فتحت الدين وطبطبت عليه ودمعت عيوني وانا اقول في نفسي يا رب ما يجي عمه ذاك قدهوش، اقول انت الكبير قاعد تبكي، احنا الان ذا نوجه تبكي انت. الله يهديك. قلت يا رب انه ما يجي. بس المهم الفكره في المشاعر والاحاسيس، المفترض انها بالعكس هي تطلع واحنا نتقبلها، لكن تكون بالشرع، يعني لا يكون في جزاء، لا يكون في تسخط، لا يكون مثل هالمواقف. مواقف الفرح ايضا إننا نفرح وكل شيء، والله قبل الهوى يا جماعة. أبو عبد الرحمن مقدم هالبرنامج على جلالة قدره الله قاعد يداعب علي وقاعد مدري إيش، إلا جو اللي من برا قالوا عندكم عرس أنتم مش قاعد تسوين، قاعد يطبل وقاعد أقول هذه عبادة من العبادات، إدخال السرور على المسلمين وعلى الناس اللي مثل الأحوال هذه اللي قاعدة تصير. أنا والله انبسطت وتفاجأت، قلت ما شاء الله بهالطريقة والأسلوب، وقاعد والناس تدخل واستغربوا وشلل أداء وهو قاعد بصوته الجميل. العبادات الحقيقة متاحة لنا اليوم، ما فقط على محراب ولا نصلي، تعاملنا مع الناس عبادة، ابتسامتنا عبادة، أخلاقنا عبادة، والله المستعان. ولعل مع الحلقة إن شاء الله يجي شيء ثاني. جزاك الله خير. وياك. You know?